واحد معاي. خلاص انت أربعة. خلاص شيل حقك زي الكرسي يا عيال. يا عيال كرسي. ايوه كرسي كرسي. بس قربوها جنب بعض. قربوها جنب بعض كذا. برافو. الفها الفها الفها. لا في واحده غلط. دقيقه بس لكم سؤال. ليش خليتوها كذا هنا؟ اصبر اصبر دقيقه. لا لا اصبر اصبر. تعلموا تعلموا يا شباب. غير ليش جبتوها كذا؟ يمكن نصحها نصحها. بس بنحط مخدات فوقها. بنحط مخدات فوقها. يمكن انا اشوف السرير. اصبر دقيقه. تعال شكت ما شاء الله متحمس ومستعجل. دقيقه يا شباب تعال سهيب اسمع. ليش الثاني وين طيب؟ نحطها كذا. ابدوا فيها طيب. طيب يلا. طيب استاذ. اثنين هناك واثنين هنا. يلا يا عيال اشتغلوا هناك. اشتغلوا بلكات هناك. اشتغلوا بلكات هناك. ايش هذا عندك؟ لا لا بس كذا كذا. ايوه بس مقابله مقابل بعض. ايوه هذه ما هي واجبه. بعد الثانيه سودا. لا غلط. سودا. يلا يا عيال يلا يا عيال يلا شغلكم هنا. ثلاث متقابله. لا هذا مساحه. هذا مساحه. مقلب شيله شيله. لا بعدين ما نقدر نطلع. اول شيء تعالوا شوف الوزن. اسمعوا يا عيال اسمعوا. عطها مساحه يا صهيب. عطها مساحه هنا. صهيب هنا. خليه يبدا البلك هنا. شوف هنا هنا. ايوه هنا هذا الخط اللي حط لكم. دقيقه حط الخط من الخط البلوك. حط البلك هنا. حط البلكه هنا. هنا 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 هنا. شوف الخط هذا. حطه موازنه 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 يا شباب. طب انا موازنه. يلا بس مقلوب مقلوب مقلوب. لا جاي ليه عادي. خلاص كم سوي لك واحده. انا خلها مقلوب يا عيال. يا اخي مشي. طيب عادي فتح من عادي شو اصبر. اي قصدك كذا صح يا الياس. هي هذيك مقلوبه ذيك. حط المسكر مسكر مسكر. ابي ثاني اللي تحت مقلوب. اللي تحت مقلوب يا شباب. بعد بعد اقلبها اقلبها. صعد ابيض. اوكي وسع بس. حط على طول. هنا طيب هنا. خلاص كلها هذا ابيض باقي. تعال لون بنص ابيض. يا بدر لا عاد تلون فوق. الله يرضى لي عليك. احط ابيض شوي. يا اخي اصبر يا عيال لازم ننفض. ابيض. ها؟ ليه استاذ؟ بعد شوي يستغلون مساحتهم. طيب يا عيال. وقف 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 وقف. اقسم لك ان علم بلجيكا. يا عيال اصلا هذه ابيض انا خلاص. ما اقول هي اصلا. تعالوا اشتغلوا هنا. حضران بدر انت حجبت المكيف عند ذا. يا عيال اي لون ابغى تشيل هذاك تحطه هنا. اي لون خذ احمر. شوف بلك حط اخضر. جيب تبي الالوان انت. حط اخضر. في اخضر يا عبد الله. بس شوف يا ليش بنلون فوق هنا ابيض. ايوه المفتوح جهه. ايه المفتوح جهتك كذا. صلى على. يا عيال انا قصقها ولد. حط حقك. ما ابغى احطه بعد شوي. انت حط ترى معك انها بالشغل انت. طيب حطه بالنص هنا. جيب. لا يا حاج ما تشيله من هنا. تشيله من هنا. وقال صلى. وقال صلى. من وين؟ يا عيال ناقصنا الحين هنا لون. شوفوا يا عيال عندكم لون. سلطان يا عيال لوننا كامل نحتاج. يا خلاص هذه بنحطها كذا. شوف يا عيال هذه بنحطها. وخرب ها جايبه مفروض نلبس. ها خلصوا هنا. قوموا تعالوا يا فريق. قوموا هنا كلكم هنا. تعالوا كلكم هنا. شوفوا
الجلسات من عائلة التدريب. الله يعطيكم العافية يا أحمر. الله يسلم. أفكاركم حلوة. مكيف طبعا والنافورة والجلسة جنب ال ما شاء الله. ريحوا فيها ريحوا فيها. الابداعات الشباب ما يحتاج. الله يعطيكم العافية. بيجيهم. حسن الماي ما يفهم بلوكات ترى ايش تسوون؟ ابدعوا كنت ابغى اقول لك ايش فايدتك؟ هو قال لي انا بصارحكم شيء انت بلوكات اذا شفت انت بلوكات بسينا الحين بلوكات طب انا ما انا ما قاعد ابغى هذول يفسدون المتعه عرفت كيف؟ اللي قاعد يفسد يفسدون المتعه قسم بالله اجلس يلا اجلس هنا اجلس جيب كلمه هنا جيب ذيك جيب كلمة بسرعة هذا يسار جيبها جيب كلمة يلا خلص يا بندر واحدة يلا خلنا نصوركم تفاعلوا يلا مع التصوير خلص ها يلا تعال عشان تطبع يلا. بس اكل لا تكون سودا يلا سودا شو ابني عجب اسماء صغيره بيض الله وجيهكم الله يبيض وجيهكم الان هذه انتاج الفريق الاحمر الجلسه العظيمه هذه والنافوره ومكيف الصحراوي والتشريكات والتشبيكات كلها فضل الله ثم فضل الاستاذ بدر وفضل الاستاذ محمد ثم فضل الله ثم فضل الاستاذ عبد الرحمن وكذلك الاستاذ بندر حمد السبيعي اشكركم بعنف يا فريقي ويا المحازم يا حبيبي محازم عصار احمر العصار احزم موت الاحمر احزم يا سلام شوف شوف حطه عند عيال فيني ازرق هنا صح؟ يا عيال اي والله فيك هنا شخطه يا عيال هذا الشيء اللي بيحطون سرير كبير يا عيال يمشي كذا والله بيحطون سرير ولد شوفكم ما قد خلصوا خليكم مؤدبين اخذنا هذا اليوم 150 حق الاذاعه عبد المحسن عبد المحسن اسمك صح؟ مو عبد المجيد لا عبد المحسن خلاص بقى عندكم كم بلكة؟ واحدة ثلاثة خلاص انقلها هناك حطوا ثنتين هنا حطوا ثنتين هنا جيب الاحمر وبنحط هذه كذا والله يبطال لا شوف بنفكها يا سلطان اسمع شوي بس بجيبكم سلطان بنحط واحدة هنا هذه بليش تحطوا ثنتين شباب يا اخوي اصبر صلوا على النبي بنحط هنا واحد طلعوا الخشب كذا بتصير طلعوا الخشب طلعه جيب لي بلكه ثانيه لصقها جنب ذي روح ودها يا عبد الله لا شو بحاول اقربهم شوي ارفع ابغى الفتحه تكون هنا ها يا استاذ خل عندك هنا امسك عبد المحسن وبنحط هذه واحد لا 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 ساعة عشان اللون ما عليك من اللون ها اقلبها كذا حطها هنا بدلها سلطان الفتحات نحتاجها طيب انت ايش فيك يا عبد المحسن ايش فيك انت دقيقة. انا اقول انت ايش فيك خلاص 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 تعال بدي اسهلك كذا هو كذا خلاص انا عدلت ايوه حلو مفصول قل الإذاعة ايش مكانها سهل والله جلسة حلوة يا سام اجلسوا فيها يا عيال يا سليمان سليمان يا عيال اجلسوا كل واحد جلسته صهاي لا تخل لا تعال اجلس طافي اجلس يا عيال اجلس في مكانكم في كهرب لا حد يتكلم نجيب خلاص كل واحد يتكلم ليش عادي والله عشان ناخذ خمس دقائق ذيك يا عجب الكرسي اللي ورا يا عيال اسمع بنجيب والله العظيم في فكره ببالي على كل شيء نظرني نبعد هذه شويه هناك ونحط طاوله هنا بشاي وقهوه شوفوا يا عيال وعيد الدنيا يا عيال خذينا داخل الحفر خلاص يا شباب لا احد يتكلم عليكم بسم الله لا احد يتكلم استاذ فيصل يبينها نبعد يا استاذ السطل بعد شوايه لا وش شوايه وش جوك ليش ودياج ما يصلح ما احس
الطاوله وجعلها شاي. آه شباب شباب استاذ تجي كلهم استاذ بنسولف بنسولف في ذا خلينا نجيكم استاذ يقيمكم. يا رب يجيبون لو سمحت شيء شيء. ها شباب اسكت. لا صح شكل يا عيال اليوم رز يا لطيف. ها شباب الشباب عيال تدرون لو واحد يشوف هذيك تشتغل هذه كلها شباب خلاص المطعم محترم. لا ما اتوقع يقولون بقوية جنبنا استاذ شيء يقول وش قال لك رز بس صح؟ قال لي رز امس قال لي رز من مطعم محترم ومعروف. اها فهمت. سووا سو دواء قصهم غلط الياس قال خلاص خلاص صدق بالله حيتكلم قال الخشب طايح لقدام صح؟ ما عليك استاذ عمر خلاص الان الوضع مره فهمت استاذ؟ خذ القرار بعد اذنك تشوف القرار المناسب للشخص اللي ما هو متساهل مع مشرفه. تفضل تفضل مع مديرك. وقت الجد جد وقت الحصه الرسميه قلنا حصه رسميه تعطيها حقها. طب استاذ عبد الله سواء في فصلي ولا فصل ثاني. دقيقة ايش؟ ركز خلاص وقت اللي يضحك هو خسران اللي يضحك هو خسران ايش عندك؟ في كفرين وخش بنسوي كرسي خامس. لا خلها الفهد خلها نسوي كفرين قدام بعض كذا. ليه ما نسوي الفهد كرسي؟ شفتوا؟ هذا النظام اللي بتخذه. عملتكم بطيب وبلين ما انتم عاملين ما حد يسمعني. اقعد اصايح مهرج الكاميرات يمي فريق ما هو منتظم مع مشرفه، ايش اسوي بكم؟ اول ما جيت حبيت على رؤوسكم كلكم واحترمتكم. ما تبادرون احترام في فقره رسميه عليها درجات؟ ما في احترام نهائيا. الفرقه الثانيه اللي تشوفونها كيف هي متساهله مع مشرفينهم، انتم مره. باقي بنجلس في الفصل بعطيكم تعليمات صح تنضبطون عليها مضبوط. خلاص؟ خلاص. يعطيكم العافية. الله يعافيك. ليه ما نسوي كرسي خامس؟ ما دام احنا ترى هذا العتاب من حب. الحين انا رايح اشوف وضع معاذ مع المدير. ليه انا عارف. طيب ليه ما نسوي كرسي كمان؟ لا حد يتحرك قال خلاص. طيب ليه ما نسوي كرسي كمان؟ اذا رجع بنقوله. اذا رجع قد بيقيم الاستاذ عبد الله. خلينا نسوي عشان فهد. احنا خمسة. وقال خمس كراسي. ها؟ وقال خمس كراسي بس. جوع جوع. ابي اشرب مويه طشت. ما اخذنا حنا. لا ايش محتاج؟ خلي الشباب ياخذون كله. كم انتم خمسة؟ أربعة. في كرسي زيادة بنسويه. لا استاذ من سبعية خلاص. إذن مشرفنا. مع إذن مشرفنا بنسوي. تذكر رحمة لازم تصير فيهم كله. إن شاء الله يوافق عشان فهد حرام. تذكرون صار بالأزرق بالفصل الأزرق كلهم صح؟ لانهم راحوا على المدير عشان يقولون لهم قصه مسرحيه وسحب وما قال المشرف استاذ عبد الله دقيقه بس كهرب لا تقربون خطر بكلمكم بخصوص الالوان خلصت عندنا والله ما لحقنا ان نكمل بعض ال استعيروا من اخوياكم ما في عندهم اغلبها يقولوا منتهي حقتنا الالوان اصبر عندكم الوان زايده في الوان ها في الوان خلصت خلصت شوف الشباب اللي عندهم ما والله شفنا كلهم خلصت الحين طلع باقي كفرين الظاهر بدون الوان ما عليه ها ما عليه اذا انت خلصت الالوان عاد بلد حيله والله عاد إيه؟ عنا عشان نبين لك نقطة ضيع عشان درجات لا مسموح لا مسموح الله يطول في عمرك الله يعافيك لا انت استاذ عبد الله شيلوا الله يعافيك شيلوا الكفره ذي ايه ودي انها تكون تفرقه شكلها ترى احلى ايوه كدائره كذا عنافوره جلسه عرفت مثلا تحط واحد هنا واحد هنا خليها كذا قوس ايوه قوس خلاص يلا زي ما قال الاستاذ عبد الله نقوم شوفوا زي اخوياكم هنا حق البراميل براميل بويا نقوم نسويها على شكل دائره يا شباب يعطيكم العافيه
ايوه قربها من النافوره يا سعود، دفها شوي قدام. يا سلام عليك، يا سلام. ايوه يا سلام يا فواز. الحين عرفنا ايش لازم. اسمع دف هذه كذا يا سعود عشان الالوان تجي كذا على شكل دائره. لا لا دقيقة، دفها هنا، دفها، شيل هذا الكفر. وين جسوسكم؟ ليه ما تلبسونها؟ عشان ما توسخ يديكم اقصد زيادة. توسخت ايوه كذا استاذ. ايوه حلو. هلا هلا والله يا مرحبا. شيل المخاد شوي، شيلوها صراحة. شيل جسوسكم. الله يطول في عمرك. والله حتى انت بشغلكم يجنن ما شاء الله. مشكلة ما ادري ليش الاخضر قاعد هناك. ما قصرت يا سبيعي. ايوه شفت كيف؟ لان باقي هذه كفرت، لازم هذه نقربها شوي كذا، لازم عشان الشكل يطلع صح. سعد وفواز، سعود خليك من الخشب، خشب اخر شيء. الحين لازم ال 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 هذه ودي هناك، هذه هنا جيبها هنا. ايوه يا سلام يا سلام. اللي فوقها انتبه بشويش على مهلك. ها اسحب لي ذي، اسحب عشان الثانيه تكون. يا سلام يا سلام يا سلام. بس بس سعود، مو مره مو مره، بعدها وراك. ايوه خلاص خلها فوق. ايوه خلاص اصبر، هذه جيبها كذا شوي، جيب اللون هذا شوي كذا، يكون في مساحه بس شوي بين الالوان. طب ندفها؟ الواحد قاعد يحط رجوله هنا. قول والله استاذ عبد الله. ايوه كذا لو قعدنا. ايوه كذا كويس خلاص. طب نقرب ذي. دقيقه يا راي، دقيقه، شلي اللون هذا شوي، زف دفه كذا. دفوا دفوا، تعاونوا كلكم، بس شوي، شيء بسيط بس، لين اقول لك بس عشان منظره يطلع حلو. دفوا دفوا فوز من عندك، احنا ما نقدر. دف سعد فواز من تحت، من تحت من تحت، مو الكفر هذا تمسكه، تحت الكفر اللي تحت. يلا دفوا دفوا الكفر اللي تحت يا سعود. سعود سعود يا قلبي، سعود يا قلبي، الكفر اللي تحت ما تمسكه الاول. شيل الكفر دفه. ايوه ايوه بس بس بس, بس, بس خلاص خلاص، قرب لي اللون هذا، قرب لي اياه بس 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 بس. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بس ناقصنا اثنين هنا في مخبأ. في زاد من الفرق. الله كل واحد يقعد. الاسبوع الجاي اذا قال في يعني مثلا يوم حق عصر افكار، كل واحد يسوي، يجيب فكره ايش تبغون يسوون، ويجيبون قهوه. بس تتركوا لا تكثروا. ليه ما نسوي الطاوله؟ شوف الاستاذ يقيم الحين. نجيبها طيب عادي. شوف شوف الاستاذ يقيم الحصه الحين. يقيم ناخذ من هذا الوقت الباقي. لا في حصه تسوي ونثبت الاخشاب اللي هناك هنا، ونحط طاوله كذا فوق فوق. لا لا في ايش؟ حاسه سبراني. ما معنى قصه صوتك؟ ما معنى يا استاذ صمغ؟ ليه ما صمغ؟ نحاول فياشنا هنا يا استاذ. بشوف بشوف يا عيال، انتم ايش فيكم تسمعون لبعض؟ يلا اسمع محمد ايش فيك؟ الحين معنا الصمغ ومعنا لصق ومعنا كل شيء، ليه ما ناخذها ونلصقها ببعض ونضبطها ونخليها في فصلنا الى الاسبوع الجاي؟ ندخلها في فصلنا، نسوي مشروع نفس نفس اللي قاعدين نشتغل فيه احنا، المصنع نقدر ندخلها ونضبط. يلا يا شباب. هذا استاذ لا ما اشتغل ولا شيء. ايش اغراضكم؟ وين تكون؟ البصل بوزيز هذا مكتبين فيهم يا استاذ. هذا التاثير، هذا التاثير الاصفر. نعم صارت نعم. كل الفرق تقول اخضر اصفر. دارينكم الرقم، دارينكم الرقم الصعب في في البرنامج. والله كلهم تاثروا، شفتها؟ تاثير تاثير تاثير، اثرتوا على الاحمر والاخضر والازرق، اصفر يا اخي. هذا التاثير، شوف كيف التاثير. سووا لكم احتفاليه. تأثير تأثير عادي، تأثير تأثير، هي نفسها نفسها هي التأثير. أثر أثرنا عليكم عادي عادي عادي، أثرنا عليكم ما في مشكلة ما في مشكلة. لا 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 لا، أثرنا على الأزرق والأخضر والأحمر. شو أسلاك يا سلام؟ تأثير تأثير، هذا دليل الرقم الصعب. التأثير غير عن الشهرة. ليه ما تشبك عادي عادي؟ أوكي أوكي، شكرا على تأثيركم شباب أصفر، شكرا على تأثيركم على المدرسة كاملة.
بشغلنا النافورة هسه ما نبي نفيد. تأثيركم على المدرسة كاملة. شكرا. شكركم على تأثيركم على الفصول صار يقلدونكم. هذا ولا شيء. عادي أولويات ذي أولويات. كثة يعني أخضر أخضر إيه هي متأثرين أنتم. أنت مثرين يا عبد المحسن تأثرتوا تأثرتوا. اعترفوا يا أخي عبد الله اعترف اعترف تأثرتوا ولا لا؟ أبدعتوا الأول بإذن الله. درانكيلو درانكيلو. لا ما أثرتوا ما أثرتوا. لا استنى استنى والله لا أخضر ولا أنتوا. بس استاذ مو حلو انكم تقعدون تطردونا دائما من الفصول. لا لا ما تجي تفصل. ليش تجي تفصل؟ ايش تبي؟ ايش تبي فصلنا؟ نحبكم. هذه زوجة ملعب ذي. اقول دور نشوف لكم بعدين تعال. بس شوف شوف مويه صافي ان شاء الله. شوف شوف استاذ شوف شوف مويه صافي ها. شوف لا 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 كل المشرفين يشرفون على على الفريق الاخضر. سليمان سويتها خطا. معك رقم استاذ لا ما ما سبك والمشرف موجود. ما حتكلمكم انت استاذ عمر. يا ناس اخضر شيكي عندك رد. بالامس كانوا معي ما عشان يجي تكلم. والان لقد رحلوا. هذا وضع مشاري الحين. كيف تكلم؟ ما عندك. لا 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 تدق على المشرف. اجلس انتظر المشرف لين يجيك. يقول ان شاء الله يجي. سعودي ودي اتسبح والله. حط راسي كذا. حط راسنا هنا. ها خليك. ايش رايك؟ لا حفرة. ويا ناس لا حاجة هذا هو يقول ممنوع. طيب خل عادي. الجميع مع الأستاذ عبد الله. مع الأستاذ عبد الله. مع الأستاذ عندك الأمس سبران يا مسابقة. عندك سبران. أي جدول يجيكم التزموا بالجدول. الا موجود جدول. عندنا الجدول الحين خلاص. حتى لو تحتاجه ولا ما تحتاجه ما تقترح في شيء اساسي. جاهزين؟ الله يعطيكم العافيه. ما قصرتوا ابدعتوا الصراحه. يعني شوفوا سوينا شيء من لا شيء. من لا شيء. الكفرات اذا بدلنا الكفرات ننطلها ترى نقدر نستفيد منها في عدد تدوير اشياء كثيره. معي الكفرات نقدر نستخدمها في ايش؟ اشياء كثيره. في اشياء كثيره. فايش ممكن نستخدم